هم المتابعين. هويصوني ايوا جاوبي انت يا ورديه. السلام عليكم، شكون معايا؟ السلام اخويا ياسين، انا ورديه صاحبة نوريه. اهلا اختي ورديه، كدايره لاباس عليك؟ اخويا غير سمح لي، راني كنت سمعت شي هضره وبغيت نتاكد واش بالصح. اتشطنت على نوريه. واه اختي داكشي اللي كاين. اويلي ماتت؟ لا لا، راه مريضه وراه مشدوها لهنا في السبيطار. علاش اخويا مالها؟ واش توقع لها؟ يا مسكينه. ايوا خويا ما كتبش، يخلف لكم الله ويعوضكم خير، ما دير في بالك والو. امين امين، الله يرحم الوالدين ونعم بالله. تقدر اخويا تفوتها لي نهضر معاها؟ لا لا، عندنا عسى، مازال ما راها تقدر تهضر ومازال ما فاقت. ايوا معليش معليش اخويا، المهم غير تكون مزيانه، من بعد ونعاود لها. وغير سمح لي اخويا الا صدعتك، راها عزيزه عليا والله شاهد على هذه الخلعه اللي تخلعت. لا الله يا ودي، راكي خدنا عبد الله، فوق ما بغيتي صوني ما كان حتى شي مشكل. ايوا بسلامه اخويا بسلامه. صافي كملتي؟ يبان لي عجبك الجموع تشيخي وتعاودي. اسكتي بالحس، راها مسكينه في السبيطر، طاح لها بنادم كانت حامله. يا هذه هي القتيله اللي شنعتو في الدوار. يا ويلها، هذه زهور ما نعرف مالها، جهنم غادي تقلى فيها. في الساعه طلعت الكذوب وتحصل بعدا في اقرب الناس ليها. ايوا الشيطان ولابس جلد بنادم. ايوا نوضي ديري العشاء، خرجي واحد الصدقه على صاحبتك، ها هي راها حية ترزق. اما ندير بو عشا ما نقرب للكوزينه، غادي نوصل هنا عند خالتي يمنى نقولها لها، تكون ريتها غادي تخرج مع فمها. ها ورديه درك غادي يدخل با، بغيتي يولي خبارك في بلاصه خبار نوريه؟ يا صاحبتي حسي بيها، راه اليوم عليا وغدا عليك، شكون عندها المخلوقه؟ وحتى عمي رابح دا لها التليفون وخلاها مسكينه كي الطير اللي تقطعوا له الجناح. اللهم لك الحمد يا رب، جينا مع المغرب نيشان. اواه اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، فاغفر لي واشف ابنتنا يا رب. يا ربي يا مي. السلام عليكم، على سلامتكم. السلام أفقر نزيها. وعليكم السلام. إيوا صافي واجد علينا، هاني سابقة للدار. حاجة يا مينة، غادي نمشي هنا عند نسابنا نعلمهم ونجي نصلي بين ما توجدوني. أبا غير دخل توضى تصلي، انا نمشي لعندهم واخا ما عنديش مع هذيك الطريق. انت ما عندك مع والو، الله يهديك. ماشي قلتي لخوك توجدي البنت ما تاكل؟ ايوا جمعي جمعي، اما نجي نولي ونصلي تكون قضيتي حاجه. ازيد اخيتي نزيها، مالك وقفتي عند الباب؟ زيدي مرحبا بك. لا نزيد، راني قلتي دخل الحاج الاول ما نجيلوش في الطريق. قولي طلقتي ودنيك وراكي تصنتي الخبارات، لو كان يعرفك با مولات العشوب يصلي عليك الجنازه ماشي المغرب. ايوا سيهان فين سرحتي؟ ايوا روحي بحراه. قولي لا فقيره يمينه وسمحي لي، راه الهضره تمضغ فمي، ما عرفت نقولها ولا نصرتها ولا نسكت. وياك لاباس اخيتي، خير ان شاء الله. راني فت من حداكم من قبيله ولقيت بنت الباتول هنا الدق 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 الدق، وجيت عندها مين قلت لها واسمو بغيتي لهم، قالت لي سمعت واحد الخبر وجيت نتاكد. ما انا اخبار لطيف، واش تا قالت لك؟ عاودتي انا ما قلتش، نقول لك غير اللي سمعت من فمها الودنيه، قالت لي بنتك سهام ضربت عروستك وطاحت سخفت. لا اله الا الله محمد رسول الله، العلا يطيح علينا شي باطل. واش من بنتي اللي ضرب عروستي؟ اي حابين جابوا هاد الهرد، والله لو كان ما راهش المغرب نمشي حتى لعندها ونتبرى بامها. واش تا هاد الهضره اللي طيحت على بنتي؟ ايوا غيب شويه الحاجه، راه يوقف عندنا الحاج، راني غير قلت لك زعما باش تكوني عارفه واسمو راه يدور في الدوار. يا ربي يلحفو في الدوار، اكاع يا ربي تخرجنا منه سلامات، لا بالعقوبه ولا بندامات. انتي مولات المشاكل يا جارتي، وراه بلعنا فمنا وسرطنا المرار. والله ينعل الشيطان على الحاجه، كيفاش انا؟ اماشي العشوب اللي عطيتي ليه، زعما راني درت لها واحد الكاس. وملي شربات وفات البنت من تما حتى لقيناها غيد مايات. يا جارتي الله ينحس الشيطان، العشوب اللي عطيتك راه ما يدوخو ما يسخفو، يحلو الحزام ويحركو الرحام. ايوا من فمك سمعناها بنيتي. ايوا داك الشي اللي وقع لها، كانت المخلوقه حامله وحنا ما عارفينش،
هنقولو في الرواح غير السخفة غير السخفة غير المعدة، حتى شربت داك الكاس ها وجاب لها القبيسة، قالنا الطبيب لحقتوها على بونت غير شوية لو كان راه البنت الله يرحمها. يا ربي العفو يا ربي العفو، واش هاد المصايب اللي طاحوا علينا؟ أمنيتي يا منى ما بغيت لك الضر، ربي هو اللي عالم، انا بغيتكم غير تفرحوا. ايوا ربي كان عاطي لنا الفرحه وحنا قتلنا الروح. شتا خيتي الحاجه، واش بغيتي تدينا الحباسات على كبرنا؟ صافي هذا اللي كتاب ما كانش ديال الدنيا، خليفه على الله، وعندك يغرك الشيطان وتجبدي على فمك ولا تجبدي حس الحشوب. يا ودي راني كلشي مزلع، راني خايفه نتخاسر مع ولدي، راه غادي يقلب الدار ويحرق الدوار، ايقول لي واش داكي واش داكي. ايوا ها شوفي فيك ربي جبت لك غير وجه الله اخيتي الحاجه، حتى الا ولدك عرف شكون اللي دار له العشوب فيكم ربي راكو تجبدوني، خليوني مع جيراني في الديقار، وراه ولدي الكبير لو كان يسيق هاد الخبار راه غادي يدير لي غزو. ايوا يدير الله خير. ايوا سيدي سيدي. لا لا اخيتي يا منه واش بقات شي زياده؟ كاع هادشي اللي سمعتو عادو فيها الزياده، خليني نسلك بجلدي. ايوا حتى تجي حراستك سلامات ان شاء الله ونجي نرقب عليكم. هايلي 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 الحبيبة هينو. ايوا صافا خالتي يا منى ما تبكيش، انا عوريتك قطعتي لي قلبي وما صبت لك جهد. اشفتني من صغيرة وما تعرف والو، نوريا هايلي مسكينة غير صغيرة وما تعرف حتى حاجة. يا خالتي هو جا عمي يعقوب راه جاي يعلم لكم وقيله. ايوا خليتكم على خير، يكون براه جا غير يدعي معايا ما نتلاقاهش. خرجي رابح راه جا الحاج، نوض بنتك راها في السبيطر. السلامة عمي الحاج يعقوب. وعليكم السلامة بنتي. مالكي مقبيله وانت تنوحي مالكي؟ واش مصرالك؟ ها شكون اللي جا عندك جاب لك الخبارات الشيرين؟ دايره كي داك الجدع من يحبسوا له الضرع من قبيله وانت قالبه لنا المخبال بنتك. واه يا ودي واه، ازيد الحال زادنا البركه. زيد زيد. السلام عليكم السي رابح. غير راني مشطون شويه. لا لا يا منى السلام عليكم. وعليكم السلام السي الحاج، انا عوريتك كي راها بنتي. الله يسمح لنا من الوالدين، راها الحمد لله ربي يشافيها. مالها واش تمردها واسمو تما؟ ايوا القدره ديال الله، كانت تستنى شي مزيود وما كتبوش الله، وراها في الطبيب شدوها تما، وجيت نعلم لكم باش الا بغيتو تشوفوها ولا نديكم على الراس والعين باش يريح خاطركم. ما عليها والو، اياك الطبيب راه مقابلها. ايوا غادي تريح، راك شتاك الوقت المخلوقه هذه بعدا كان ما هيحمى او لا تكيل عود كاع ما تنخلعوش. الله يشافيها ويدوم عليكم نعمه الصحه، المهم نوصل للدار نصلي ونفوت عليكم. لا لا يا منى وجدي راسك. ابويا يا ابويا على بنتي مسكين. ابويا يا ابويا. ايوا ها مالكي غير دمعي، واش ماتت؟ باظلك باظلك القلب اللي عندك، لو كان من الحديد يتحرك واش كان يهضر لك على بنتك ولا على شي دجاجه حبضت وتهرس لها البيض؟ كاع ما نهزيت ما تحركت، انا الكبده ديالي تشوات تشوات. انت راكي مضروبه برط الوقيله، واش يقولوا لي دي الدين هود الدموع كي بونسوان؟ ها فر هاد الرجله القيلوله، وزايدون انا ما نرضاش نهود راسي قدام بنادم، واخا تموت لي البقره ولا تتبان لي الشجره ولا ندفن الطفله تنزل خاويه، وعاد راه نار مديتها لهم ولا تبنتهم الا مرضوها يداويوها. الله سيدي اصبر من عندك يا ربي يا ربي، اعطيني بلا قدر يا ربي، صبرني وتقلني بالصبر باش ما تجرح ما تدبر. ايوا هاكك دير ربي وجمعي وتكمشي في واحد القنت تا تجي من الطبيب او نصيفطك روحي شوفيها. راه قال القبيله الحاج وجدي راسك، مين يجي يقول له كاع ما نمشيش. لا رابح غادي نمشي نشوف بنتي، ما نستناهاش انا حتى يجيبوها لهنا، عاد نمشي نشوفها، ما راهاش برانيه عليا هذيك، راها كبتي كبتي. راني عارف كبتك، بصح اسمعي لي الهضره. ايوا واش غادي تخلص عليا شي مركوب باش تعكس ليها ليا؟ غير الحاج راه يستناني نمشي معاه. هاي 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 الحاج يستناك في اللوطو. والله ما تحشمي ولا على وجهك مشى ديال التراب، تنجربيها وركبي وروحي. حق سيدي ربي لو كان مشيتي وما لقيتكش ابي ربي غير ندفنك ونرميك في البير. احنا عاد نهضروا على الرجله. يا قلت لك نوريا راها تموت بنتنا رابح، نمشي وكاع جميع راه غادي يدينا ويردنا وتكون طراعينا غاب ويا حنين يحس بيا.
اراها معماليها مالكي، واش ما عندكش العقل ولا؟ راه عندها الراجل وباهم، راهم يتجاراو كي الخياله. نزيدوا عاد حنايا يا بردي يا بردي، بنتي راها تموت وما نمشيش، والله ما نقعد هنا، والله حتى نمشي. ها الصنطيله لزمي دارك وقعدي في خربتك، ولا نخربها عليك ومن يروحوا روحي لها لدارها. الليالي والخلاوات وتمشي للمدينه، بنتك مريضه. ها ديري شويه العقل، ديري شويه العقل. ها ماشي تلحقيها مع الحاج للسبيطر، غادي يبلع وتولي تلقاي الباب مبلع. وإلا مشيتي هذه التاليه نطلقك. وبالتالات يا رأييت ومليت، بنتي ولا منك، ماشي راني قاعده معك في الربح، دير اللي بغيت. الله الا عمدت شتي بونسوان من يديروا الكتاف. قال لك ما تثقش بونسوان، ما خافت ما حشمت، روحي تبعي بنتك. الله يتبع لك شي دعوات الشر. واش قريب الطيب راه باك قريب يخلط، وراه قريب واحد شويه ونحل عليه. قولي لما واش ما راكيش تشوفي ياسين راه غير يحلف ويقبل؟ راني خايفه يسيق الخبر بلي حنا اللي شربنا لهذوك العشوب، وينوض يدير معنا شي تصرف ماشي تال تما. عاود داسيها مرا كرشي مزلها. بصح مين هضرت معها فكرة نزيها، قالت لي غير سكتوا ما تقولوا له والو، الحمد لله خرجت سلامات. نضربو الطم نضربو الطم، قول لها يا ودي يا ودي راه هي اللي سببنا في هذا الشيء. اقول لها والله تصرالنا شي حاجه نجبدوك انت الاولى. ايوا سقري علينا سيها، واش بغيتي هانيه ديري لنا المشاكي؟ خلي علينا المراه مسكينه نواد غير الخير، وزايدون ما نقولوها لحد. صافي جمعي وطوي. نجمعو نطويو بحال الا زعما عروستك ماتت. يا اما راها حيه، هالفيقه اللي تفيق غادي تقول لامك جابت لي كاس ديال العشوب. ويك ويك انا كاع نسيت نوريه. الفضيحه صافي مشينا فيها. لو كان بعدا غير هضرتي، ها شوفي مين يجي باك يبغي يدي لنوريه روحي معاهم، ساعدي بنتي ونغزي لاميه. قول لها تقول لها ما تقول والو، الله يرحم الوالدين. بنتي روحي معاهم. انا ماما نمشي فين؟ بغيتي تمشي انت روحي انت. وزايدون انا ما درت والو، ما درت لها عشوب، ما طبخت لها عشوب. بيناتكم واش بغيتي تمسحي فيا؟ بنتي قولي لهم انت اللي درتي لها العشوب، رانا غير باك ما نسلكش معاه. ويا انا ترمي لي النار. واه قالك خونا الخوان ما حد راني حي. درك انا صافي ديتو عليا الشنعانه واعره وما مزياناش، وبغيت وهانيه تلصقوا فيا باللي انا اللي شربت لها الدواء. والله اما انت اخر وحده نويتها بيك. بصح معليش الزهر من عند ربي. بويا يا بويا يا بويا، واش ده القدره اللي كتبت علينا يا ربي. نوريا اختي كي راكي تحسي؟ راكي مزيانه شويه؟ راني مزيانه اختي لام، يا ربي يخليك شكرا. يا ودي نوريا شجاعه تبارك الله عليها، غادي ان شاء الله تروح للدار وتولي مخيره ان شاء الله. ياك ما راكيش تحسي بشي حرق ولا؟ وايا سير لا ما يوجعني حتى حاجه الحمد لله، غير شويه تاع الدوخه وصافي. ايوا معليش الدوخه راه طبيعه نوريا، داكشي اللي وقع لك راه الحمد لله على سلامتك. الحمد لله من خرجت سلامه نوريا. انت ما كنتيش تسمعي لي الهضره، عييت فيك نديك للطبيب ما بغيتيش. تا انا يا سير ما كنتش عارفه، واش كنت عارفه؟ ايوا معليش الحمد لله. احق نوريا قولي لي واش تاكليتي ولا شربتي باش وقع لك هذا الشيء؟ راه قال لي الطبيب شربت شي حاجه ولا كلات شي حاجه. خويا ياسين لو كان كاع ما تكترش معاها الهضره، خليها ترتاح مسكينه، ماشي وقت هذا الشيء. لا معليش اختي لاميه معليش، ما شربت والو ياسين، ما شربت حاجه، ما شربت والو. اللي كنتو تاكلوه كنت ناكلو معاكم، واللي كنتو تشربوه كنت نشربو معاكم. ايوا العجب كي دايره هاد الحاجه اللي قال لي الطبيب ما جاتش معاك؟ راه خويا ياسين راه شي ماكله حنايا تجي معانا، وهي من كانت حامله ما تجيش معاها. بحال نقول لك من شربنا الحريره كونوا كترنا فيها الحلبه، حنا ما ديرنا والو وهي تقدر تضرها. اها ايوا علاش درتوا الحلبه في الحريره؟ هي والله ينعل الشيطان ياسين، واش هما كانوا عارفين؟ حنا كنا كاع عارفين الحريره موالفين الناس دير فيها الحلبه. لا حول ولا قوه الا بالله، وكل شيء بالمكتب. ايوا الحمد لله من خرجتي سلامات، معليش ربي عوضنا محسن. امين امين. فين راها خالتي وسهام؟ ما جاوش؟ ودي اختي كلشي كانوا هنا، جابة وجات سهام وجات تما، او ما قلتلكش
حتى الخطاب اللي جاو يخطبوني تاهو ما جبناهم. مساكين واقيلا عمرو ما يوليو. يا اختي لامي اسمحي لي والله اسمحي لي. يا ودي قاع ما تخافيش، راه كريم صاحبي يولي يولي شحال قدو يهرب. انا لا انا لا مرحبا بكم المتابعين، فوق فوق الراس وفوق العين. انا